السلام عليكم. في الفيديو اليوم ان شاء الله راح اسوي لكم وصفه لذيذه ومميزه اللي هي لفائف اللحم المحشيه بالجبن والافوكادو. فلو حابين تعرفون كيف سويتها تابعوا معي. اول شيء راح ابدا بالمقادير. راح نحتاج الى شرائح لحم رفيعه وبهارات اللي هي بهارات عاديه وفلفل احمر وفلفل اسود وملح، جبنه بيضاء او جبنه فيتا، ونص افوكادو، معجون طماطم ولبنه وبصل وثوم مهروس وصلصة طماطم. سبق سويت طريقتها في فيديو سابق. الحين راح نبدأ نخلط الحشوة. فراح أخلط الجبنة البيضاء أو جبنة فيتا مع اللبنة والأفوكادو، أخلطهم كلهم مع بعض، وبكذا تكون الحشوة اللي راح أحشي فيها اللحم جاهزة. الحشوة تقدرون تبدعون فيها زي ما تحبون، تخلطون فيها النكهات والأشياء اللي أنتم تحبونها. الحين راح أبدأ أحشي شرائح اللحم وأبدأ ألفها. ترى بعد ما ألفها راح أثبتها بعود أسنان. أنا بالنسبة لي واجهت صعوبة عشان أدخل عود الأسنان وأثبتها، فأنتم حاولوا تثبتونها بالطريقة اللي تناسبكم. ممكن الخيوط حقت الأكل تربطون فيها الشرائح راح يكون أسهل، بس أنا ما كانت عندي. الحين في قدر على النار حطيت زيت نباتي وحطيت عليها اللحم. أبغى أحمرها من جميع الجهات. أحلى اللحم أنكم تحمرونه قبل ما تبدون تطبخونه، فأنا هنا قاعدة أحمرها مع جميع الجهات. ماني مهتمة أنها تطبخ لأني راح أطبخها بعدين. الحين راح أشيل اللحم وأحطه على جنب وأبدأ أسوي الصوص. بنفس الزيت وبنفس القدر راح أحمس الثوم والبصل مع بعض لحد ما يذبلون عندي تماما. أثناء تحمير اللحم راح تكون النار عالية، بس بعد كذا راح نقصر على النار ونبدأ نحمس البصل والثوم. راح تكون النار متوسطة تقريبا، وعشان نبغى الثوم والبصل يذبلون على راحتهم. بعد كذا راح أضيف عليهم معجون الطماطم والبهارات. آخر شيء أضفت صلصة الطماطم، وأيضا بقالي شوي من الحشوة فأضفتها على الخلطة. الحين راح أبدأ أضيف لفائف اللحم على صوص الطماطم. لاحظت بعد ما أضفت اللحم أنه صلصة الطماطم شوية تقريبا على نص اللحم، فجبت تقريبا كوب إلى كوب ونص موية، أضفت عليهم لحد ما غطى تقريبا 3/4 اللحم. تركتهم يطبخون على نار واطية تقريبا من ربع ساعة إلى 20 دقيقة، بس خليت عيني عليهم كل شوي أحركهم. لما حسيت أن صلصة الطماطم انقصت أكثر من اللازم أزيد موية، فخلوا عينكم عليها. طبعا الحين لو تلاحظون انه الموية عندي حمراء، رحت اضفت عليها ملعقة صغيرة معجون طماطم. وبس بكذا يكون الطبق عندنا جاهز. طبعا كنت تقدمونه مع رز ابيض او خبز. طريقة الرز الابيض سبق سويتها في القناة في دقيقة مع آلاء، فشيكوا عليها لو حابين تعرفون الطريقة. الطبق ما حكيكم قديش لذيذ، نكهة اللحم مع الجبن والافوكادو مرة لذيذة. فجربوه وقولوا لي رايكم فيه تحت في التعليقات. ولو ما كنتم مشتركين في قناتي لا تنسون تضغطون على زر الاشتراك. ما عاد بقي لنا شيء ونوصل على 300,000، فادعموني علشان نوصل بأقرب وقت. أحبكم ويعطيكم العافية على المشاهدة. مع السلامة.